عايز أكلم حضراتكم في موضوع مختلف شوية، هو موضوع جرائم العصر. إيه جرائم العصر دلوقتي؟ هي الجرائم المرتبطة بالإنترنت، الجرائم المرتبطة بالقرصنة الإلكترونية. بيحصل هاكينج أو قرصنة على مؤسسات، على أشخاص طبعا، على مؤسسات ممكن تبقى صغيرة، مؤسسات اقتصادية كبيرة، ولكن الجديد إن بيحصل كمان خسائر لدول ضخمة، دول متقدمة. هدي لحضراتكم مثال من ألمانيا أعلنت عنه يمكن من حوالي أسبوع أو من 10 أيام. ألمانيا بتقول إن هي هتخسر السنة دي في 2023 قد إيه؟ 224 مليار دولار. تاني، 224 مليار دولار ألمانيا هتخسرهم في 2023 السنة دي بسبب ما يسمى بالجرائم الإلكترونية. معقولة الكلام ده؟ ده احنا بنتكلم على ألمانيا، بنتكلم على بلد تكنولوجية متقدمة عندها اللي يحمي مؤسساتها، تقدر توفر الأمن السبراني أو أمن يعني التقنيات المعلومات بالنسبة للحكومة وللشركات وللبنوك. مع ذلك دولة بحجم ألمانيا ممكن في سنة اقتصادها وهي كدولة تخسر 224 مليار دولار، ده ميزانيات دول تخسرهم بس من الجرائم الإلكترونية. يعني للدرجة دي الجرائم الإلكترونية دي خسائرها فادحة؟ للدرجة دي ممكن تطال مؤسسات ودول كبيرة وعندها من التكنولوجيا أو لديها من التكنولوجيا ما لديها؟ ده حاصل، ما بالنا بقى بدول تانية قد تكون أقل في هذه الإمكانات. من بين هذه الدول أكيد إحنا كدول عربية ودول أفريقية ما عندناش من التكنولوجيا الموجودة عند ألمانيا اللي هتخسر السنة زي ما بتقول 224 مليار دولار. عشان كده في تحرك عربي، الجامعة العربية قررت إنشاء مجلس وزراء للأمن السبراني، مجلس وزراء للأمن السبراني عشان يحمي مؤسسات، يحمي أشخاص، يحمي هيئات عربية من هذه الهجمات المعلوماتية. برحب بدكتور محمد حمزة المحاضر في جرائم أمن المعلومات. دكتور حمزة مساء الخير، ازي حضرتك؟ دكتور محمد أهلا وسهلا بحضرتك. بعض الأشخاص ممكن يقولوا دي مبالغة، يعني إيه الأمن السبراني ممكن يهدد دول؟ يعني إيه معقولة يعني ألمانيا بحجمها ده كله والتكنولوجيا اللي عندها ممكن بس من الجرائم الإلكترونية تخسر 224 مليار دولار في سنة واحدة هي السنة دي؟ بعض الناس ممكن ما تصدقش الكلام ده وتقول إن الناس بتبالغ. يعني الحقيقه ان مش بس المانيا، ده العالم كله بيخسر بسبب الجريمه الالكترونيه ديت. يعني في عام 21 كان في تقرير ان العالم باكمله بيخسر حوالي 6 تريليون دولار، وكان من المتوقع وقتها ان هذه الجريمه تزيد بنسبه 15% سنويا. فالمانيا عندها المشكله دلوقتي حصلت بسبب ان عندها جرائم في المسائل الاقتصاديه والاحتيال المالي والاحتيال على مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات. ده في المانيا اللي هي ناس المفترض ان ناس يعني متعلمه وفاهمه تكنولوجيا ولغه العصر، المفروض في وعي هناك يعني عند المواطن الالماني. يعني يا فندم، انا حابب اقول لحضرتك ان الاختراق او القرصنه اصبح شيء يعني مرعب جدا، وبالذات على شركات التكنولوجيا الكبيره. يعني احنا عندنا حتى في مجلس رئاسه مجلس الوزراء في مركز المعلومات كان يتحدث كل سنتين عن تقرير بينزل بيقول فيه ان حجم الجرائم الالكترونيه على العالم بيكون في انتشار دائم وفي زياده مستمره، وكانت من اكبر الشركات التي يتم اختراقها هي شركات تكنولوجيا المعلومات، زي الشركات الكبيره الخاصه في حتى تامين المعلومات والتامين الالكتروني في العالم. فاذا اصبح كل ما هو رقمي فعلا هو غير امن في هذه الفتره وفي المستقبل كمان. طيب الخطوه اللي الجامعه العربيه خدتها انها تنشئ مجلس وزراء الامن السبراني العربي، شايف ده ممكن يكون تاثيره ايه؟
بالنسبه للخطوه دي، الخطوه دي يعني احنا يعني نشدنا بيها كتير من زمان، بالاخص لان الجريمه المعلوماتيه او الجريمه الالكترونيه هي جريمه عابره للحدود، فيمكن ان يكون القوانين مختلفه من دوله لدوله. يعني المجرم المعلوماتي مش بيبقى واقف على اقليم محدد عشان يرتكب جريمته ضد ضحيته، زي مثلا يكون في التقاء مادي ما بين المجرم والمجني عليه، فممكن المجرم يعمل جريمه من دوله وتكون الجريمه بتقع على ضحيه في دوله ثانيه، وفي اختلاف في القوانين وتطبيق القانون من دوله لاخرى. فاحنا كنا دايما بننادي ان لازم يكون في تعاون دولي في القوانين او تشريع او سن القوانين ما بين الدول وبعضها فيما يخص تسليم المجرمين، او فيما يخص التعاون الدولي عن التحفظ على المجرمين اللي بيقوموا ضد ضحايا في دول اخرى لهذا الشأن. وبما ان السعوديه هي رائده في هذا المجال، وتعد السعوديه بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسيه العالميه لعام 2023 هي صنفت كمركز ثاني على العالم في الامن السيبراني ومركز اول في الدول العربيه في الامن والسيبراني والامن المعلوماتي، فكانت هي يعني طبيعي ان هي تكون ليها المبادره او ليها السبق في ان هي تسعى لتحقيق هذا او تعزيز هذا التعاون الدولي ما بين الدول العربيه وبعضها. وصداقه تستضيف المقر على فكره المقر هيكون هناك في المملكه، الالكتروني او القرصنه الالكترونيه او الجرائم الالكترونيه الخاصه، سواء كان بالاحتيال المالي او الاحتيال الاجتماعي او النصب او اساءه السمعه او سرقه المعدات او الاعتداء على البيانات الشخصيه، ووجود قوانين وتشريعات لحمايه البيانات الشخصيه. صحيح. ده كان شيء مهم جدا في الفتره الاخيره. انا برافق جدا بالفكره دي، ودي فكره في منتهى الروعه وبنتكلم عليها من اكثر من 10 سنوات، ان يجب ان يكون هناك تعاون دولي ما بين الدول العربيه على الاخص وبعضها في هذا الشان، يكون في تكاتف. يعني انا يعني دي خطوه مهمه جدا. جميل. واتمنى ان هي تتعزز كمان دوليا فيما بعد ما بين دول العالم كلها وبعضها في حمايه الامن السيبراني في العالم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد حمزه، المحاضر الدولي في جرائم امن المعلومات، شكرا جزيلا لحضرتك. تأسيس مجلس الأمن السيبراني العربي، هكذا اتفق وزراء الخارجية العرب أثناء انعقاد أعمال الدورة 160 لمجلس الجامعة العربية بمقر الأمانة العامة بالقاهرة. الاجتماعات شهدت أيضا تسلم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة رئاسة مجلس وزراء الخارجية العرب من الوزير سامح شكري وزير الخارجية المصري. وجاء تأسيس مجلس الأمن السيبراني العربي على رأس أولويات الوزراء والوفود العربية المشاركة لما يحظى به هذا المجال من اهتمام متزايد على الصعيد العالمي والعربي أيضا، فضلا عن التنويه باتخاذ إجراءات لحماية الأمن الغذائي وكذا مراقبة الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية، وذلك ضمن عدد من البنود المهمة التي ناقشها جدول أعمال اجتماعات وزراء الخارجية العرب، والذي شمل عددا من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية بما يدعم العمل العربي المشترك. من مصر طارق أحمد.